صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الطلبات صف ثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع أهم 65 سيتويشن ممكن يقابلوك في المنهج، وده لأنهم بيراجعوا على كل المنهج دون استثناء من أول الوحدة الأولى لغاية الوحدة التاسعة إن شاء الله. قلت على السيتويشن المفروض إن هو بيجيبهولي أصلا عشان يجمع بيه درجات مش عشان أغلط فيه، وقلت مهمة جدا لازم أركز، يا ترى أنا اللي هتكلم ولا أنا اللي هرد، وده بيبان من خلال الكلام اللي هو بيقوله لي. ثانيا أنا لازم أركز في الكلام المجهول، يعني لما يجي يقول لي يور اسكيد يعني انت اللي بتتسال، لما يقول لي يور انفايتد يعني انت اللي بيتم دعوتك. قلت له خلي بالك من المبني للمجهول. تعال نشوف المجموعه الاولى من الاسئله، ودي بتراجع لي فيها على الوحده الاولى واللي كان بيكلم لي فيها عن الريكومنديشن وكمان السجستشن وكمان بيتكلم فيها عن الادفايس النصيحه. نمبر 1 بيقول لي يو اسك يور فاذرز ريكومنديشن اباوت ذا بيست بليس تو سبن ذا ويكند. طبعا هنا انت بتطلب التوصيه بتاع باباك عن المكان اللي تقدر تقضي فيه عطله نهايه الاسبوع. انا قلت يا جماعه لما اجي اطلب اقتراح او اجي توصيه ممكن اسال بواتس ذا بيست بليس، يعني ما هو افضل مكان، او ان انا اقول وير دو يو سجست اور وير دو يو ريكومند. يبقى اذا ممكن اقول هنا وير دو يو سجست اور ريكومند we spend the weekend. يبقى اين تقترح ان نقضي الاجازه، يعني تقترح ان احنا نقضي الاجازه دي فين. تعال نشوف نمبر 2 بيقول your younger brother asks about the best way to study English. اخو صغير بيسال عن افضل طريقه تذاكر بيها انجليزي. طبعا هنا طالما بيسال عن افضل طريقه يبقى اذا هنصحه، وطبعا انا عارف ان انا ببدا النصيحه ب you should يعني يجب، وعارفين ان should بيجي وراها مصدر. طب ايه المفروض ان اعمله عشان اذاكر انجليزي، افضل طريقه اذاكر بيها انجليزي؟ فاقول له you should memorize words. كلمه memorize يا حبايبي يعني يحفظ الكلمات، memorize words تحفظ الكلمات كويس يعني، and وكمان study structures يعني تذاكر القواعد. تاني structures يعني تذاكر القواعد. طيب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي your sister recommends going together. طبعا اختك هي اللي بتقترح او بتوصي بيه الذهاب الى الغردقه، فاذا يا اما اوافق مع الفكره دي يا اما لا اتفق. طبعا لو انا موافق هقول it's a good idea or great idea. great idea يعني فكره جيده. تاني great idea يعني فكره عظيم. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي you ask your teacher to recommend you a way to learn new English words. قلت لك خلي بالك انت هنا يا حبيبي اللي بايه، انت هنا اللي بتطلب من المدرس ان هو يوصي بي. طيب طالما انت اللي بتطلب التوصيه فاذا هقول what is the best way. what's the best way يعني ما هي افضل طريقه، واكمل عدو خالص اجيب to زائد المصدر يبقى to learn ان انا اتعلم new English words. new English words يعني الكلمات الإنجليزية الجديدة. تاني what's the best way to learn the new English words. تعال نشوف نمبر 5 بيقول you recommend a sport to do in الغردقة. انت اللي بتوصي بي رياضة نقضيها في الغردقة. طبعا لما اجي اوصي برياضة اقضيها في الغردقة ممكن اقول I recommend واجيب وراها رياضة على طول، يعني ممكن اقول I recommend يعني انا بأوصي بي windsurfing. I recommend windsurfing يعني أنا أوصي بالwindsurfing، وعارفين اللي هو الwindsurfing اللي هو ركوب الأمواج. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي you are asked. قلت لك خلي بالك من الكلام ده قوي لأن الكلام ده مبني مجهول. بيقول لي you are asked يعني أنت اللي بتتسأل، يعني المفروض أنت بتجاوب على السؤال ده. to suggest a place to visit on Friday يعني أنت بينطلب منك إنك تقترح مكان تزوره في يوم الجمعة. طبعا هنا أي مكان هيبقى صح، وطبعا طرق الاقتراح كتير، يعني أنا ممكن أقول I suggest يعني انا اقترح واجيب وراها verb plus ing يعني visiting the zoo مثلا حديقة الحيوان. طيب مستر وانا لازم اقول I suggest، هقول لك لا عادي جدا انا واخد طرق اقتراح كتير، ممكن اقول what about يعني ماذا عن، واجيب برضو وراها verb plus ing يبقى visiting the zoo حديقة الايه الحيوان. why don't we visit the zoo، اي طريقة من طرق الاقتراح. طب تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي you ask your friend to recommend you good food to eat. يعني انت اللي بتطلب من زميلك توصيه بطعام جيد ياكله. طبعا هنا خلي بالك ان انت اللي بتطلب. طبعا هنا ممكن اقول what do you recommend we eat or I eat يعني بتقترح او بتوصي بيه ان احنا ناكل ايه. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي you advise your friend who wants to stay healthy. طبعا انت بتنصح زميلك اللي عايز يبقى قوي او يبقى صحي.
خلي بالك هنا ان انت اللي بتنصح يعني you advise. طبعا شكل ما احنا عارفين ان طرق النصح كتير يعني ممكن اقول you should, ممكن اقول I advise you to, ممكن اقول what about or how about على سبيل انه اقتراح, ممكن اقول طبعا if I were you I would, اي طريقة من طرق النصيحة. طبعا من اسهل الطرق ان انا اقول له you should, وعشان يبقى صحي اكيد حوله you should do exercise. تاني you should do exercise يعني يجب ان انت تعمل تمرينات او تأدي تمرينات. طبعا ممكن اقول له you should do a sport or play a sport. تعال نشوف نمبر 9, بقول ask your teacher to recommend you a book to read on famous Egyptians, يعني عن المصريين المشهورين. طبعا لاحظ ان انت اللي بتسأل المدرس, يعني انت اللي بتطلب من المدرس, يبقى اذا حاول له ما هو افضل كتاب, يبقى اذا حاول له what's the best book, يعني ايه هو افضل كتاب to read, يعني اقرأه about عن famous Egyptians, يعني عن المصريين المشهورين. تعال نشوف نمبر 10, بيقول لي your friend is going outside, it's raining, يعني صديقك طالع برا والدنيا بتمطر, اكيد يبقى هنصحه. فعادي جدا انا ممكن اقول له you shouldn't go outside, يعني مش المفروض ان انت تطلع برا because it's raining. وممكن اقول له you should take your umbrella, يعني المفروض ان انت تاخد الشمسية بتاعتك. تعال نشوف نمبر 11, بيقول لي your friend forgot to do his English homework, the lesson starts in 5 minutes. طبعا بيقول لي ان صديقك نسي ان هو يعمل واجب الانجليزي وكمان الدرس هيبدا في خلال 5 دقائق. طبعا هنا ممكن انصحه ان هو يعمل الواجب بسرعه او ان هو بقى يسلمها لله ويقول للمدرس, يعني هقول له you should do your homework quickly, يعني تعمل الواجب بسرعه. ممكن اقول you should tell the teacher, يعني تقول يا حبيبي تقول للمدرس. تعال نشوف نمبر 12, بيقول لي your younger brother wants to look at the sun, طبعا اخوك الصغير عايز يبص للايه للشمس. طبعا اكيد هنصحه ان هو يبص للشمس لان ده خطير, يبقى اذا هقول له you shouldn't look at the sun. ممكن اكمل اقول له it's dangerous, يعني الكلام ده يا حبيبي الكلام ده خطير. طب تعال نشوف نمبر 13, رقم 13, بيقول لي your friend fell over when he was playing sports, طبعا صديقك هو بيلعب الرياضه, now it hurts when he walks, طبعا بتؤلمه هو بيمشي, يبقى اكيد هنصحه ان هو يروح للدكتور. فهقول له you should see a doctor, يعني المفروض ان انت تروح للدكتور او تشوف دكتور. تعال نشوف يلا رقم 14, بيقول لي there is a small fire in your washing machine, your younger sister gets some water, طبعا بيقول لي ان في حريق في الغساله بتاعتك وكمان اختك الصغيره جايبه لك شويه ميه او جايبه شويه ميه. طبعا هنا المفروض ان انا انصحها ان هي ما تحطش ميه على الادوات الكهربائيه, فهقول لها you shouldn't, يعني لا يجب, pour water, يعني ما تسكبيش ميه, on electrical items, يعني على الأجهزة الكهربائية. اللي بعدها نمبر 15, بيقول لي you drop a glass on the kitchen floor, your younger sister walks into the room, يعني انت كسرت كوباية ازاز وكمان اختك داخلة الغرفة. فحول لها ايه؟ اكيد حول لها you shouldn't walk in here, يعني ما تمشيش هنا لان لو مشيت هنا اكيد هتتعوري عشان الكوباية المكسورة. تعال نشوف نمبر 16, بيقول لي you have read an exciting story and you tell your friend about your feeling. طبعا هنا بقى في الوحدة التانية كان بيكلمني فيها عن ازاي اوصف المشاعر بتاعتي. طبعا هنا بيقول لي انت قريت قصة مثيرة وكمان انت بتقول لصديقك عن مشاعرك بخصوص القصة دي. هقول له اكيد the story made me feel anything, made me feel, يعني الشيء ده جعلني اشعر. طب جعلني اشعر بايه؟ هجيب بقى الصفه دي وراها. طب مثار يعني ايه؟ مثار يا حبايبي مش معناها exciting, exciting معناها مثير, لكن مثار معناها excited, تاني excited يعني مثار. So the story made me feel excited, feel excited يعني اشعر بالاثار. تعال نشوف نمبر 17, بيقول لي you ask your friend about his feelings about the film he has watched. خلي بالك ان انت اللي بتسأله عن مشاعره بخصوص او شعوره بخصوص الفيلم اللي هو شاهده, يبقى انت هنا حبيبي اللي بتسأل. فاذا هقول how
did you feel, قلت حبيبي السؤال عن الشعور, إما how did you feel لو كان الكلام في الماضي, إما how do you feel لو كان الكلام في المضارع. فإذا حقول how did you feel about the film, تاني how did you feel about the film, يعني إيه رأيك في الفيلم أو ما شعورك بخصوص الفيلم. تعال نشوف نمبر 18, bully you feel frightened when you read a story, يعني أنت تشعر بالخوف لما شفت القصة. طيب يبقى إذا حقول the story يعني القصة made me يعني جعلت me feel, وجيب طبعا frightened بمعنى خائف, يبقى the story made me feel frightened يعني جعلتني أشعر بالخوف أو خوفتني. اللي بعدها number 19, bully you ask your sister how she felt when she watched the play, يعني شعورها كان إيه لما شاهدت المسرحية. يبقى إذن لما أسأل عن المشاعر يا حبيبي, وخلي بالك إن الكلام في الماضي, يبقى إذن حقول لها how did you feel يعني كيف شعرتي, وأكمل عادي خالص شكل ما هو قال لي when, بس بدل شي حقول you watched يعني لما أنت شاهدتي the play, the play يا حبيبي اللي هي المسرحية. يبقى تاني how did you feel when you watched the play. تعال نشوف يلا number 20, يقول لي you don't know if the film made your brother feel sad or happy, يعني انت مش عارف يا ترى الفيلم خلى اخوك يشعر بسعادة ولا بحزن. فالمفروض طالما مش متأكد يبقى اذا هقول له did you feel, did you feel يعني هل انت شعرت, did you feel happy يعني هل انت شعرت بسعادة, or sad ولا بحزن about the film, about the film. تاني did you feel happy or sad about the film, يعني يا ترى انت شعرت بحزن ولا بسعادة بخصوص الفيلم. تعال نشوف number 21, بقولي a friend asks you what you thought of a scary film that had just finished. خلي بالك هو اللي بيسألك مش انت اللي بتسأل, فهنا لازم ادي شعوري. فاذا هقول the film, الفيلم يعني made me feel scared, made me feel scared يعني خلاني أشعر بالخوف. طب تعال نشوف number 22, will you express how you feel after reading a scary film. خلي بالك تاني بقولك انت اللي بتعبر, كلمة express حبيبي معناها يعبر عن, فانت بتعبر عن شعورك بعد ما شفت فيلم مخيف. طالما شفت فيلم مخيف فإذا هقول I feel scared يعني أنا أشعر بالإيه, بالخوف. طب تعال نشوف number 23, بيقول لي your friend asks you if you feel nervous before an exam, يعني هل انت بتشعر بالتوتر قبل الامتحان. وطالما هو قال لي if يعني لو, معناه ان هو كان بيقول لي هل انت بتشعر بالتوتر قبل الامتحان, فاذا هنا ممكن اجاوب yes or no. فاذا هقول yes نعم I feel nervous يعني انا اشعر بالتوتر before يعني قبل an exam. Yes, I feel nervous before an exam. ممكن أقول no, I don't feel nervous before the exam. يعني لا أنا مشعرش بتوتر قبل الامتحان. طب تعال نشوف number 24. Bully your friend asks you how you feel before an exam. هنا بقى بيسألك عن شعورك قبل الامتحان. هنا طبعا مش هجاوب بيس نو, هبدأ عادي خالص. فإذا هقول I feel يعني أنا أشعر بي. I feel nervous وإن feel أحباب بيجي وراها صفة. فإذا هقول I feel nervous before يعني قبل an exam. تاني I feel nervous before an exam. تعال نشوف number 25, بقول a friend of yours asks what you do at شم النسيم, يعني صديق لك بيسألك بتعمل ايه في شم النسيم. قلت حبيبي في الوحدة دي كان بيكلم لي عن وصف حدثين ورا بعض, يعني ازاي اتكلم عن ترتيب الاحداث بفيرست وذن وافتر ذات وفاينالي الكلام ده. فاذا هنا على الاقل هوصف له حدثين اتنين او حاجتين اتنين حصلوا ورا بعض. فمثلا هنقول first يعني في الاول, I go to the park مثلا بروح الحديقة, then or next I color يعني بلون eggs يعني بلون يا حبيبي البيض. يبقى بوصف له حدثين على الأقل. تعال نشوف number 26, بقول your friend wants to know what to do after you go home from school, اللي بتعمله بعد ما ترجع البيت من المدرسة. فمثلا هقول I have lunch يعني أنا بتناول الغداء. بعد كده أقول after that يعني, after that يعني بعد ذلك, I do my homework مثلا يعني بعمل الواجب بتاعي. طب تعال نشوف number 27, بقولي you want to know what your friend does at شم النسيم. خلي بالك هنا أنت اللي عايز تعرف, معناها أنت اللي بتسأل صديقك بيعمل إيه في شم النسيم. فإذا هقول له what do you do at
شم النسيم. تاني شم النسيم يعني بتعمل ايه في شم النسيم. طب تعال نشوف اللي بعدها. نمبر 28 بولي يو ار اسكت. خلي بالك قلت لك ده مبني مجهول. بولي انت بتتسال. هاو يو سيلبريت ذا نيو يير. ازاي بتحتفل بالسنه الجديده. تاني خلي بالك بقول لك ان انت اللي بتتسال ازاي بتحتفل بالسنه الجديده. فحوله مثلا فيرست الاول اي وير يعني انا ارتدي ماي نيو كلوثس يعني بلبس الملابس الايه الجديده. مثلا هقول then we go to the fun fair. وفن فير يا حبايبي اللي هي الملاهي. تاني then we go to the fun fair يعني بنروح الملاهي. تعال نشوف الرقم 29 you congratulate your uncle on the new year's day يعني انت بتهنيه بعيد راس السنه. طبعا هنا لما هني بعيد راس السنه ممكن اقول happy new year. Happy New Year يعني سنة سعيدة أو بداية سنة سعيدة. طب تعالى نشوف نمبر 30 بيقول لي you tell a friend what you did last Saturday at midday يعني أنت عملت إيه في منتصف اليوم. طبعا هنا لو قلت له أي فعل هيبقى صحيح. فمثلا هقول له I played يعني أنا لعبت مثلا فيديو جيمز يعني أنا لعبت ألعاب فيديو. تاني I played video games. تعالى نشوف رقم 31 بيقول لي يور شور يعني انت متاكد ذات يور فريند از فيري ايل. قلت لكم يا حبايبي هنا لما يجي يقول لي يور شور اذا هيبدا في موضوع ان انا استخدم الاستنتاج بماست بي كانت بي اور مايت بي. طبعا لما يقول لي انت متاكد فاذا هجيب ماست بي لو متاكد من الاثبات وكانت بي لو متاكد من النفي ولو انا مش متاكد هجيب مايت بي. طب بيقول لي يور شور ذات يور فريند از فيري ايل يعني انت متاكد ان زميلك عيان. فاذا هشيل يور شور دي خالص وابدا اقول my friend must be very ill. طب يا مستر وانا ممكن اقول I'm sure. قال لي عادي جدا ممكن احول you are دي ل I am وممكن اقول I'm sure يعني انا متاكد واحول your ل my واقول my friend ان صديقي is very ill يعني صديقي ده عيان. طب تعالى اللي بعدها بيقول your friend asks you about your friend who made the accident. بيسألك عن صديقك اللي عمل الحادثة. You think he is okay now. يعني انت بتعتقد ان هو على ما يرام الان. قلت لكم حبايبي اسهل حاجة ان انا احول يو دي لاي وخلاص. واقول I think يعني انا اعتقد واكمل عادي خالص. He is okay now. يعني اعتقد ان هو على ما يرام الان. وممكن اقول he must be okay now. يعني هو اكيد على ما يرام الان. تعال نشوف نمبر 33 بيقول لي you're asked about the museum. اتسألت عن المتحف. You think it might be far from here. يعني تعتقد ان هو بعيد عن هنا. طالما قال لي you think it might be far from here قلت كل الموضوع ان انا بحول يو دي لاي ودي اسهل اجابه. فاذا هقول I think بدل you think هخليها I think واكمل عادي خالص اللي وراها واقول it might be far from here يعني هو اكيد بعيد عن هنا. طب اللي بعدها نمبر 34 بيقول your friend asks about your mother. بيسأل عن مامتك. You think she is at the market. You're uncertain. كلمة uncertain معناها مش متأكد يعني معناها ان انا هستخدم might be يعني هقول she might يعني كل ده هيتشال يا مستر. قال كل ده هيتشال. فاذا هقول she might be at the market. طب في اجابه تانية؟ قال لي عادي خالص. قلت لكم يا حبايبي اسال اجابه ان انا هشيل يو واحولها لاي واقول اي ثينك يعني انا اعتقد شي از ات ذا ماركت يعني اعتقد ان هي فين في السوق ودي اسال اجابه. تعال نشوف يلا رقم 35 بيقول يور فريند سيز بيقول ذات ذا ماث تيتشر از ال. يور شور هي اور شي از بس انت متاكد ان هي مش ايه؟ مش تعبانه. يبقى اذا هقول شي كانت B L. لا ده هي مش عيانة. ممكن أقول I think أنا أعتقد she is not ill يعني أعتقد إن هي مش إيه مش تعبانة. Number 36 بيقول your mother asks you how you did on your English exam. Express certainty يعني عبر لي عن التأكد يعني قول إن أنت متأكد. طيب متأكد من إيه؟ إن أنت أديت يعني بشكل جيد. فإذا هقول أنا متأكد مثلا إن أنا هجتاز الامتحان ده فهقول I'm sure يعني I'm sure يا حبايبي أنا متأكد I will pass. I will pass يعني إن أنا هجتاز. ممكن أقول I'm sure يعني أنا متأكد I did well.
I did well يعني ان انا اديت بشكل جيد. طب تعال نشوف number 37 رقم 37 بيقول your friend thinks he saw a cat. بيعتقد ان هو شاف قطه in the hotel في الفندق. You're certain that cats aren't allowed in the hotel. وانت متاكد ان القطط ما بيتسمح لهاش انها تخش الفندق. طبعا طالما متاكد يبقى هقول مش ممكن تكون قطه. فاذا هقول it can't be a cat, مش ممكن تكون قطه. لو عايز اقول له ليه هقول له cats aren't allowed in the hotel. يبقى انا كده باكد له ان هي مش قطه. it can be a cat. تاني it can be a cat. طب تعال نشوف رقم 38 بيقول you want to tell your mother that you like English and listening to music. عايز تقول لماما ان انت بتحب الانجليزي وكمان بتحب سماع الموسيقى. قلت هنا احبابي ببدأ بقى استخدم الرابط بشكل in addition او in addition to او ان انا استخدم further more. يبقى عادي هنا جدا ممكن اقول in addition to, in addition to بيجي وراها اسم او فعل فيه ing. فاذا هقول in addition to English يعني بالاضافه الى الانجليزي. طيب ايه I like, انا بحب listening السماع to music. طب هل هي دي الاجابه الوحيده يا مصر؟ هقول لك لا, عادي جدا ممكن اقول I like English and listening to music. عادي جدا يعني حول يو دي الاي وخلاص تبقى I like English and listening to music. I like English, furthermore I like listening to music. اي اجابه فيها رابط من روابط الاضافه. تعال نشوف يلا رقم 39 بيقول your mother asks you what other things you did after school. يعني ايه الحاجات اللي انت عملتها تاني بعد المدرسه؟ يبقى ممكن اقول after school يعني بعد المدرسه. I had lunch يعني انا تناولت الغداء. ممكن اقول furthermore يعني ايه furthermore؟ يعني بالاضافه الى ذلك I did my homework يعني انا عملت الواجب بتاعي. طب تعال نشوف number 40 بيقول you tell a friend about the things you do in the evening, الحاجات اللي انت بتعملها في المساء. يبقى ممكن اقول I do my homework يعني انا بعمل الواجب بتاعي. full stop in addition يعني بالاضافه الى ذلك I watch TV يعني بشاهد التلفزيون. your ask it خلي بالك انت اللي بتتسال about the things you like doing. ممكن اقول I like يعني انا بحب watching, خلي بالك لايك حاجه وراها فعل في ing, watching TV and listening to music. يبقى بحب مشاهده التلفزيون وسماع الموسيقى. طب تعال نشوف number 42 ولو someone wants to know, حد عايز يعرف the things you could do when you were 8. طبعا خلي بالك could يعني الكلام كده فين في الماضي, when you were 8 لما كان عندك 8 سنين. يبقى اذا هقول when I was 8 يعني لما كان عندي 8 سنين. I could يعني كنت بعرف. ride a bike, ride a bike يعني اركب دراجة. and speak English وكمان كنت بتكلم انجليزي. تاني when I was 8 يعني لما كان عندي 8 سنين I could ride a bike and speak English. طبعا speak هنا عايد على could يعني could be وراها مصدر, يبقى هنا مصدر وهنا مصدر. طب تعال نشوف number 43 بيقول you talk about the things you couldn't do at the age of 10, الحاجات اللي انت ما كنتش بتعرف تعملها وانت عندك 10 سنين. طبعا هنا when I was 10 يعني وانا عندي 10 سنين. طبعا هنا ممكن اقول عادي جدا I couldn't يعني انا ما قدرتش مثلا drive a car. يعني ايه drive a car؟ اسوق سياره. هنا يا جماعه لما اجمع في النفي بجمع بكلمه or, يبقى or. طب or ايه؟ هقول or speak French مثلا يعني ولا كنت بعرف اسوق سياره ولا اتكلم فرنساوي. اي فعلين يا حبايبي بجيبهم في الماضي بس الجمع هنا في النفي بيكون بكلمه or. وطبعا هنا ممكن مكان not احط كلمه neither يعني ممكن اقول I could neither drive a car بس هنا neither هيجي معاها nor, يبقى nor speak English, nor speak English. طب تعال نشوف number 44 بيقول you say that you like either tea or coffee. طبعا هنا عايز استخدم either or. فاذا هشيل كل ده واحول يو لاي عادي جدا اهوت وهقول I like يعني انا بحب واحط either tea or coffee. تاني I like either tea or
كوفي. وقلت لكم حبايبي خلي بالك ان ايذر بيجي معاها اور، اما نايذر بيجي معاها نور. تعال نشوف نمبر 45. Will you give advice to your friend who is entering a story writing competition؟ طبعا هنا بستخدم اي اسلوب من اساليب النصيحه، ولكن في الوحده دي كان بيكلم لي على ان انا بذكر الشخص اقول له don't forget او you must remember، اقول له it's important او it's necessary، اي حاجه. فطبعا طالما بقول له دي نصيحه، اي طريقه من طرق النصيحه حبايبي، فاذا ممكن اقول له it's important، يعني it's important يعني من المهم، او don't forget يعني ايه don't forget يعني لا تنسى. يبقى it's important to practice hard، to practice hard يعني ان انت تتدرب بشكل ايه جيد تاني. It's important to practice hard. تعال نشوف نمبر 46. بيقول لي your sister is joining a race، يعني هتدخل سباق. You want to emphasize، عايز تأكد عليها that she must practice hard. يبقى هقول لها you must remember، يعني لازم تفتكر. You must remember to practice hard تاني. You must remember to practice hard تاني. You must remember to practice hard. نمبر 47 بيقول لي you are asked، خلي بالك ان انت اللي اتسألت. What to do to be good at writing a story، عشان تكون جيد في كتابة القصص. طبعا ممكن اقول له to be good at writing story، يعني عشان تكون جيد في كتابة القصص you must read a lot. You must read a lot يعني لازم تقرأ كتير. ممكن اقول له you must put the events in order، يعني لازم تحط الاحداث في ترتيبها. ولكن عشان اكون كاتب جيد فلازم برضو اكون قارئ جيد. تعال نشوف نمبر 48. بيقول لي you remind your brother، انت بتفكر اخوك not to forget to turn off the light when he leaves the room، بتفكر ان هو يطفي النور قبل ما يخرج من الغرف. فاذا هقول له don't forget. don't forget يعني لا تنسى. تاني حبيبي don't forget معناها لا تنسى. don't forget واجيب to زائد المصدر، يبقى to turn off the lights، يعني ما تنساش ان انت تطفي الانوار. when طبعا بدل هي هنا حط you، لان بكلمه هو. when you طب اقول leaves، لا هقول leave واكمل عادي خالص the room. تعال نشوف يلا رقم 49. بيقول لي you say that it's necessary for everyone to work hard، طبعا انت بتقول ان من المهم لكل شخص ان هو يشتغل بجد. طبعا هنا الموضوع بسيط جدا، يعني ممكن اشيل you say that واحط على طول it's necessary for everyone to work hard، او ممكن ابدا ب everyone يعني عادي خالص. انا هبدا ب everyone، يبقى everyone واجيب must، يعني ايه must؟ يجب، لان اللي ضروري، or has to، واجيب بعدها must الفعل بتاعي في المصدر اللي هو work، يبقى must work hard يعني يجب ان يعمل بجد. يبقى everyone must work hard يعني كل شخص يجب ان يعمل بجد. طب وانا مصدر ممكن اقول it's necessary for everyone to work hard، هقول لك عادي جدا. تعال نشوف رقم 50. بيقول لي remind your father to buy you a present on your birthday، طبعا هنا لما اذكر شخص يا اما اقول له don't forget لا تنسى، يا اما اقول له you must remember يعني يجب ان تتذكر. فاذا هنا هقول بابا don't forget. don't forget يعني لا تنسى، واجيب وراها to المصدر، يبقى to buy. طبعا هنا مش هقول you، هقول me. to buy me a present يعني ما تنساش انك تشتري لي هدية. on وبرضه هقول my birthday تاني، my birthday يعني ما تنساش تشتري لي هدية في عيد ميلادي. تاني don't forget to buy me a present for my birthday or on my birthday. طب تعال نشوف number 51. بقول لي you tell your friend that it's necessary to sleep early، طبعا بتقول لزميلك انه ضروري ان هو ينام بدري. طبعا هقول له you، طيب you ايه؟ طبعا طالما ضروري بقول له you must. فإذا هقول you must sleep early تاني، you must sleep early يعني يجب أن تنام مبكرا. تاني you must sleep early. وممكن أقول على طول it's necessary for you to sleep early or it's necessary to sleep early، عادي جدا يا حبايبي. نمبر 52 بيقول لي your brother sometimes leaves the lights on، يعني أخوك أحيانا بيسيب النور شغال. فإذا هقول له don't forget، يعني إيه don't forget؟ ها لا تنسى to turn of the lights يعني ما تنساش تطفي الايه النور. تاني don't forget to turn off the lights يعني ما تنساش تطفي النور. طب تعال نشوف نمبر 53. بيقول لي you lost a game however you congratulate your opponent، طبعا انت خسرت المباراه ولكن انت بتهني الخصم بتاعك. طبعا هنا بقى عايز مني ان انا استخدم روابط التناقض، فاذا هقول although يعني على الرغم من I lost the game، يعني بالرغم ان انا خسرت المباراه،
I congratulate you. I congratulate you. يعني أنا بهنيك. I congratulate you. Congratulate. Sorry. You. يعني أهنيك on winning the game. يعني على الفوز بالمباراة. على الفوز بالمباراة. On winning the game. يعني بهنيك على الفوز بالمباراة. تاني. Although I lost the game. I congratulate you on winning the game. عادي حبيبي خالص ان انا اقول له congratulations. يعني congratulations تاني انا بس تكفي. اللي بعدها number 54 بيقول لي you tell your friend that the weather is sunny but not hot. طبعا عادي خالص يا حبيبي ممكن اشيل ده كله واقول على طول the weather is sunny but not hot. او ان انا اجيب اي رابط تاني يعني ممكن اربط برضه although the weather is sunny it's not hot. او the weather يعني الطقس is sunny يعني يا حبيبي يعني الطقس مشمس ممكن اربط هنا ب however والرابط ده احنا خدناه however واكمل عادي خالص it is not it isn't يعني hot يعني هو مش ايه مش حر. تعال نشوف number 55 بيقول لي you tell your friend that you're short but you like playing basketball. يبقى عادي خالص you are حول الايام وقول I am short يعني أنا إيه أنا قصير but لكن I like لكن أنا أحب playing يعني لعب I like playing basketball أنا بحب لعب كرة الإيه كرة السلة أو إن أنا أقول له although I'm short I like playing basketball or I am short however I like playing basketball. تعال نشوف يلا number 56 بيقولي you succeeded but you are not happy because you didn't get the full marks. طبعا انت نجحت بس انت مش سعيد لانك ما جبتش درجات نهائيه. طبعا هنا برضو هربط برابط من رابط تناقض however او although او but يعني ممكن اسيب but شكل ما هي وممكن اجيب اي رابط تاني فالاسهل ان انا اسيب but شكل ما هي يعني هقول I succeeded يعني I succeeded يعني انا نجحت but لكن I am not happy I'm not happy يعني انا مش ايه مش سعيد واكمل عادي خالص اهوت because لان هنا برضو يحولها الاي بقول I didn't get the full marks يعني ما جبتش درجات الايه النهائيه. تعال نشوف number 57 بيقول لي you tell a friend that basketball is a popular sport but you like tennis. انت عايز تقول لزميلك ان رياضه كره السله دي رياضه شعبيه صحيح ومحبوبه ولكن انت بتحب الايه التنس. يبقى عادي هربط بقول ذو اي رابط يا حبايبي من رابط التناقض هينفع. يبقى ذو باسكتبول يعني بالرغم من ان كره الايه يا حبايبي كره السله is a popular sport كما حاول عادي خالص I like tennis. طب لو هنا سبتها مستر شكل ما هي فوق ببطس عادي هقول لك عادي جدا يعني ممكن اقول basketball is a popular sport but I like tennis. تعال نشوف يلا number 58 بولي it was necessary for you to go to the doctor yesterday يعني كان ضروري ليك ان انت تروح لدكتور امبارح. طبعا هنا الكلام طالما ضرورة في الماضي فبستخدم had to. طب you دي حولها ل I وقول I had to go to the doctor يعني كنت مضطر ان انا اروح للدكتور yesterday. تاني I had to go to the doctor yesterday اضطريت ان انا اروح للدكتور امبارح وممكن اقول عادي خالص it was necessary for me to go to the doctor yesterday. تعال نشوف number 59 بيقول لي you don't like milk انت بتحبش اللبن but you must drink it as it makes you healthy لانه بيخليك صحي. طبعا يا حبيبي برضو هربط برابط من رابط التناقض يعني هقول although يعني بالرغم من I don't like milk يعني بالرغم ان انا ما بحبش اللبن كما I must drink it يعني انا لازم ايه اشربه واكمل عادي خالص as it makes me healthy as it makes me healthy. تعال نشوف number 60 رقم 60 بيقول your little sister يعني اختك الصغيره has a problem finishing her homework يعني عندها مشكله في انهاء الواجب بتاعها offer her some help. طبعا يا حبايبي مهم جدا في الدروس الاخيره ان انا اعرف ازاي بعرض المساعده. طبعا انا بعرض المساعده حولها can I help you تاني can I help you طبعا وخدنا let me see if I can help تاني let me see if I can help or how can I help you يعني ازاي اقدر اساعدك. وطبعا لما يكون شايف واحد مرتبك او كده بقول له what's the matter or what's the problem with you على حسب اللي موجود قدامي.
اللي بعدها بقول you're traveling to London but you are afraid of planes. يعني انت مسافر لندن بس انت بتخاف من ركوب الطيارات. طبعا هنا عادي جدا ممكن اقول I'm afraid of planes, يعني انا بخاف من ايه, من الطيارات. وممكن اقول it's difficult, يعني من الصعب for me, يعني من الصعب عليا to travel, ان انا اسافر by plane. يعني by plane, بالطيارة. تاني it's difficult for me, يعني من الصعب عليا to travel by plane, ان انا اسافر بالطيارة. يبقى اذا حبايبي ممكن اقول I'm afraid of planes, انا خايف من الطيارات, او it's difficult for me to travel by plane. تعال نشوف رقم 62, بقول a friend asks you why you look worried, يعني حد بيقول لك انت قلقان ليه. It's because you have a problem using the printer, وده لانك عندك مشكلة في استخدام الكمبيوتر. يبقى قلت لما اعبر عن القلق او المخاوف بتاعتي بقول I'm afraid. I'm afraid, أنا أخشى. I'm afraid I have a problem, يعني أنا عندي مشكلة using, في استخدام the printer. تاني I have a problem using the printer, يعني والله أنا أخشى أن أنا عندي مشكلة في استخدام الطبعة. تعال نشوف آخر ثلاثة معنا, ودول كانوا بيتكلموا عن الدعوة. قلت خلي بالك يا حبايبي, يا ترى هل أنت اللي بتدعي ولا انت اللي بيتم دعوتك؟ قلت لك خلي بالك دايما في المبني المجهول, لما يجي يقول لك you're invited, يعني انت اللي بيتم دعوتك. هنا بقول your friend invites you to spend the weekend with him but you can't, لانك مش ايه, لكنك مش ايه, مش هتقدر. قلت يا جماعه لما اجي ارفض هنا الدعوه هرفض بشكل مؤدب, فهقول I'm sorry, يعني انا اسف. I'm sorry I can't or I'm sorry I'm busy. طب لو قال لي ادي السبب, دايما قلت يا حبايبي السبب بجيبه have to, مضطر انا, عشان بقول له الحاجه دي غصب عني. فقول له مثلا I have to visit my uncle, والله انا مضطر ازور مين, عمي. يبقى اذا يا حبايبي طالما بدي السبب فبقول دايما I have to. So I have to visit my uncle, I have to study for my exams, I have an exam, انا عندي والله امتحان. يبقى لما اقول لي ادي السبب لازم ادي السبب, ولما اقول انت بترفض لازم ارفض, لما اقول لي انت بتقبل لازم اجيب حاجه اللي هي بتقبل. ساعات بيسيبها لي مفتوحه, يعني ما بيقوليش انت بتقبل او بترفض, فبالتالي عادي تقبل ترفض, دي حاجه ترجع لك انت. طب اللي بعدها بيقول يو انفايت يور فريند تو كم تو يور بيرث داي بارتي, انت بقى هنا اللي بتدعي. وانا قلت يا حبايبي اساليب الدعوه كتير وبتشترك مع الاقتراح في هاو اباوت وات اباوت, الفعل فيه اي ان جي, او ان انا بقول ايد لايك to invite you to, يعني انا بحب ادعيك على. وهنا to دي ممكن يجي وراها اسم, ممكن يجي وراها فعل, عادي جدا يا حبايبي. but I'd like to invite you to come, ان انت تيجي, to my birthday party, يعني احب ادعيك ان انت تيجي حفلة عيد ميلادي. طب يا مستر لو انا قلت I'd like to invite you to my birthday party, على طول حولك عادي جدا. Would like to invite you بيجي وراها مصدر ماشي او اسم برضو ماشي. طبعا عادي هنا ممكن اقول طبعا اسلوب تاني, يعني ممكن اقول would you like to come to my birthday party, يعني تحب تيجي حفلة عيد ميلادي. عادي اي اسلوب يا حبيب الدار. عادي ممكن اقول what about coming to my birthday party, about coming to my birthday party, كل دي اساليب دعوة. طيب تعال نشوف بقى اللي بعدها نمبر 65, بيقول لي you're invited. قلت لك خلي بالك قوي من ان دي مبني مجهول, يعني مش انت اللي بتدعي, لا ده انت اللي بيتم دعوتك to have dinner with a friend. وخلي بالك هنا بقى سابها لي مفتوحه, يعني ما قاليش تقبل او ترفض. يعني لو انا قلت له I'd love to come, يعني احب اجي, عادي جدا. طيب لو قلت له والله sorry I'm busy, يعني انا اسف والله انا ايه, انا مشغول, قال لي عادي جدا. يبقى سواء قلت دي او قلت دي هقول لك عادي جدا. بس خلي بالك في الامتحان لان الناس بتفكر ان انا ممكن اعملهم الاثنين, يعني اوافق وارفض في نفس الوقت. هقول لك لا, يا توافق يا ترفض, لان هنا ما حددليش. وبكده يبقى احنا غطينا اللانجوج فانكشنز بتاعه المنهج كله, راجعهم مره واثنين وثلاثه, وان شاء الله مش هيخرج منهم الامتحان. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell. اوعى تنسى الجرس عشان يجي لك كل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.